هنروح مع حضراتكم لمحافظه الاسماعيليه. انطلقت هناك بطوله كاس مصر للتجديف، بيشارك فيها حوالي 500 لاعب بيمثلوا 14 نادي من نوادي التجديف المنتشره في جميع انحاء الجمهوريه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف. صباح الخير عليك دكتور عمرو. صباح النور، اهلا بيكم. اهلا وسهلا دكتور عمرو. احنا عايزين نعرف البطوله المره دي بتشمل على ايه من فعاليات ومنافسات. احنا عارفين انه بالفعل اقيمت يعني على مدار يومين، ايه اللي حصل بقى فيها والترتيب حصل فيه ايه؟ طيب دي كانت بطوله كاس مصر 2024، واتعملت في مدينه الهيئه الاسماعيليه في القناه في بحيره التمساح، وكانت حقيقة بطولة بيشارك فيها عدد كبير جدا من الأندية المصرية من مختلف أنحاء الهيئة الجمهورية. في أندية 14 نادي، في أندية جاية من آخر من أسوان والأقصر، وفي أندية من المنصورة، طبعا من القناة عندنا في من الإسماعيلية ومن بورسعيد ومن بورتوفيق، وفي أندية أيضا جاية من القاهرة. فجميع أنحاء مصر كلها كانت بتشارك حقيقة في احتفالية جميلة جدا على مدى يعني 3 أيام، اللي هي التصفيات اللي هي للوصول اللي هي الأدوار النهائية في بطولة كأس مصر. الإسماعيلية كانت مدينة كانت جميلة عامرة باللاعبين الرياضيين، مش بس في البحيرات بتاعتها ولكن كانت طبعا في المدينه، وكان يمكن التواكب معاها كان في بطوله افريقيا لرفع الاثقال، فكانت حقيقه الواحد كان حاسس ب يعني بروح اكثر من رائعه في مدينه اللي هي الاسماعيليه. البطوله دي يعني حصل فيها اكثر من 70 سباق من انسات ومن رجال وسيدات، وكان فيها مشارك فيها يعني حوالي أكثر من 70 سباق من براعم ناشئين تحت 19 سنة تحت 23 سنة، وفي متقدمين في نفس الوقت. فدي طبعا حاجة جميلة، النتائج كان يمكن القنابل نادي قنابل الإسماعيلية حصل على كأس مصر، ويليه في عدد النقاط كان في اتحاد اللي هي الشرطه، ويليه المعادي، وهناك بعض الانديه كان في تنافسات قويه جدا منها ما بين نادي الكهرباء والمصري وايضا الاقصر واسوان، ابتدى يبقى في نتائج قويه، والواحد سعيد انضمام انديه يعني جميله كانت نشاطها ما كانش قوي في الفتره السابقه زي نادي اسوان ونادي الاقصر. عودة أندية تانية كانت توقفت عن اللي هي الرياضة زي نادي بورتوفيق ونادي اللي هي المنصورة. الأسطول إزاي بقى يا فندم بيستعدوا مرة تانية عشان يشاركوا في البطولة دي؟ لا، الاستعدادات طبعا دي على مدار فترة طويلة، عام ومن التدريبات اللي هي المستمرة. تدريبات التجديف عادة بتبقى معظمها بتبقى الساعة 5:30 الصبح، يعني اللاعبين عادة بيبقوا موجودين في الأندية قبل طلوع اللي هي يعني بعد طلوع اللي هي الشمس، وبيتمرنوا في سواء في الأندية بتاعتهم في النيل أو في البحيرات في الإسماعيلية أو في الإسكندرية، لأن في أندية من الإسكندرية كمان كانت موجودة، طلع الأسطول واليخت ونادي البنك الأهلي. فكان حقيقة كان يوم جميل، والحاجة الرائعة اللي هي التواصل والترابط ما بين لاعبي اللي هي التجديف الأكثر من 500 واحد من الأندية المختلفة من محافظات المختلفة، بيتفرجوا وبيشوفوا وبيعيشوا ثقافة جميلة جدا وترابط ما بين اللي هي يعني المصريين أكثر حقيقة يعني. مش بس كده، كان التعرف على مدينة الإسماعيلية، يعني في ناس يمكن كانت أول مرة ليهم كانت زيارة لمدينة الإسماعيلية. احنا عادة بنعمل بطولة كأس مصر بتتعمل في القاهرة في نهر النيل، يمكن الفترة اللي فاتت برضو كنا عملنا في مدينة العلمين الجديدة، وكان زمان بنعمل في الإسكندرية، وإن شاء الله هنرجع بحيرة اللي هي النزهة تاني تبقى مقر أو مجرى للسباقات إن شاء الله، ده بالتعاون مع الجهات اللي هي المختلفة وطبعا هي وزارة الشباب والرياضة. فدي ده اللي كان اليومين اللي فاتوا دول، كان حاجة أكثر من رائعة، تنافس شديد جدا ما بين اللي هي القوارب
كان طب دكتور الفكره ان كان في تنوع في القوارب ازاي بيأثر على اللاعبين المشاركين، بالاضافه ان احنا برضو حضرتك بتقول ان في كان بطولات بتقام في الميه الحلوه اللي هي ميه نهر النيل وفي الميه المالحه، هل بيفرق مع اللي بيجدف؟ هل بيفرق مع القارب ولا لا ما بتفرقش؟ هو طبعا اللي احنا عندنا فيه عده قوارب، عندنا فيه قارب اللي هي الفردي، وفي قارب الزوجي، وفي قارب رباعي، وقارب ثماني، ومنهم في قارب كل لاعب بيبقى معاه مقداف واحد، وفي قوارب تانية بيبقى كل لاعب بيقدف باثنين مقداف. طبعا الميه نهر النيل مختلفه شويه عن اللي هي الميه في البحيرات زي مثلا في الاسماعيليه، ويمكن ميه الاسماعيليه بتبقى قريبه الى حد ما من المياه اللي هي في اوروبا في التجديف في اوروبا، فدي كان برضو جزء لان احنا فعلا للمنتخب. طبعا المنتخب كان برضو حضر هناك وكان في عنده بعض اللي هي القياسات، فده بيساعد طبعا ان احنا نتعرف عليها، واحنا قررنا ان احنا يبقى في معسكر للمنتخب قبل السفر لبطوله ايطاليا يعني في اخر فبراير ان شاء الله هيبقى في معسكر للمنتخب الريال المصري. أكيد دكتور، كمان أنا عارفة أنه يوم الجمعة كان توزيع الجوائز على براعم 14 سنة و16 سنة وناشئين 19 سنة، ويوم السبت هو كان الختام لفريق 23 سنة. إحنا نقدر نقول أن إحنا اتحركنا عن البطولة اللي فاتت قد إيه أو تقدمنا إزاي؟ المشاركة حقيقة كانت يعني أكثر من رائعة المرة دي، التنافس كان جامد جدا ما بين هي الانديه، في انديه كانت بتتنافس يمكن ما بقتش ما خدتش الكاس السنه دي فبقى في بعض اللي هي المفاجات، ولكن السنه دي كان القناه نادي قلاب الاسماعيليه يمكن خد اللي هي الكاس اكبر عدد من اللي هي النقاط، والاتحاد الشرطه كان يليه المعادي، وفي انديه اخرى يعني جت بعديها، بس طبعا هو الكاس بيروح اللي هو للنادي الاول كان نادي قلاب الاسماعيليه اللي هي صاحبه الارض في هذا الوقت يعني. كل الشكر ليك الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، شكرا جزيلا ليك.